جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول: قرأت في كتاب نصائح للمرأة المسلمة أنه يحرم على المرأة أن ترتدي في بيتها ملابس تشبه ملابس الرجال حتى ولو كانت في بيتها، فهل ما قيل صحيح؟ نعم، ما قيل صحيح، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال لا في بيتها ولا خارج بيتها، لا في لباسهم ولا في ما هو من خصائصهم. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال في لباسهم لا في بيتها ولا في خارج بيتها. نعم.